بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا شباب؟ كنا اتكلمنا ان احنا قلنا ان شاء الله هنعمل دورة للربح من الانترنت. اول حاجة هنبدأ فيها اليوتيوب، شرحنا ازاي تعمل قناة. النهاردة ان شاء الله بنتكلم انك ازاي تختار المواضيع اللي هتتكلم. اي حد مثلا بيشوف حاجة اللي هو بيحبها ويبدأ يعملها، على سبيل المثال بيحب الكورة يتكلم في الكورة، اللي بيحب السياسة يتكلم في السياسة، اللي بيحب البرامج ممكن يتكلم عن البرامج ويشرح فيها، اللي بتحب الطبيخ تتكلم عن الطبيخ، بتعمل وصفات، كل واحد بيشوف المجال او الاهتمام بتاعه يتكلم فيه. طيب انت ما عندكش هدف واضح قدامك، هتعمل ايه؟ النهارده ان شاء الله هنقدر نوضح ازاي ان انت تجيب مواضيع تتكلم فيها. على سبيل المثال مثلا جوجل ترندز، تمام؟ ده بيجيب الترندات بتاعت كل يوم اللي بيتم البحث عليها في جوجل. بنفتحها، ده موقع ويب سايت بنفتحه ونختار الدولة، وطبعا في مصر نفتح مصر، بنشوف بقى الترندات أو عمليات البحث الرائجة مؤخرا، أسعار البنزين، موضوع عن السياحة، منصة إلكترونية، كل المواضيع، وكل كلمة بحث بيكتب جنبها عدد مرات البحث. كل المواضيع، المزيد من عمليات البحث الرائجة، ورجع كده الولايات المتحدة ناشونال دي جود فرايدي 20 200,000 بحث، جورجيا جروم كل بين كلمات بحث بس في أمريكا، نختار البلد لمصر. ولو انت مثلا عايز تكسب كتير ممكن تخلي الفيديوهات دي انجليزي، لو انت الانجليزي بتاعك كويس. هنا مصر بيتكلم أسعار البنزين، محمد الباز، يوسف داوود، أهمية السياحة، كل دي كلمات بحث. لو فتحنا مثلا على سبيل المثال أسعار البنزين 20,000 عملية بحث، وكل دي مواضيع مكتوبة في مواقع مختلفة. على سبيل المثال ده موقع المصري اليوم، وده الكلام اللي موجود جوه. ممكن تاخد مثلا سكريبت كده بتجمع موضوع من كذا موقع وتعمل ملخص بطريقتك وتطلع تتكلم عنه. عندك ويب سايت نفس النظام، تاخد الكلام وتبحث عنه. موضوع السياحة مثلا ده بحث بتاع الطلاب، دي كلها داتا عن موضوع الكلمة دي بالذات اللي هي ايه، موضوع عن السياحة، وفي بيقول لك كلمات ذات صلة. عاوز تعمل فيديوهات، عاوز تعمل ويب سايت، تختار نفس الأسلوب ده. انت بتختار الكلمات اللي في بحث عليها. لو انت دخلت كل يوم اخترت مثلا كلمة بحث عليها طلب كتير وعملت فيديو يبقى انت عديت. الطريقة التانية اللي هي الدودلز بتاعت جوجل، لما تيجي مثلا على سبيل المثال تفتح جوجل ساعات تيجي يقول لك فوق ايه، اليوم العالمي للأمومة، اليوم مش عارف ايه، او ناس مثلا مشهورين من ايام زمان بيكرم مثلا الذكرى بتاعهم، كل دي ناس ممكن تتكلم عنها، تعمل عنها فيديوهات بنفس كلمة البحث. ودي الصافي فوزرز دي، يوم الأب، مريم منيب، كل دي ناس ممكن انت تعمل عنها فيديوهات. عمر الشريف، وتشوف اليوم، يعني انت مثلا لو شفت اليوم مثلا بتاع بكرة وجيت عملت الفيديو النهاردة وتكتب نفس كلمة البحث هتلاقي الفيديو بتاعك بيطلع فوق في جوجل، بالذات لو استخدمت الأداة اللي احنا شرحناها قبل كده بتاعت اليوتيوب. تقدر تستغل المواضيع دي ان انت تعمل فيديوهات جميلة، بالذات لو في كلمات بحث مش موجود لها فيديوهات او مواضيع. تقدر تستغل الكلمات دي في انك تطلع او تتصدر محرك البحث، تطلع في اول النتائج. كل دي مواضيع لو انت ما عندكش هدف واضح قدامك. يهمنا برضه ان احنا نوضح حاجة،
لما تعمل قناة أو تعمل محتوى لازم محتوى يشد الناس، حاجة الناس عاوزاها، حاجة كويسة، حاجة هادفة، تمام؟ يعني مثلا لما تيجي تكتب أو تتكلم عن حاجة، حاول قبل ما تعمل الفيديو تجمع كل الداتا، يبقى عندك لو هتتكلم في حاجة مثلا ده في ايه أمثلة، في كلمات مشهورة من حد معين قالها قبل كده، لو بتشرح برنامج حاول ترفع البرنامج وتحط اللينك الداونلود بتاعه عشان الناس تقدر تستخدمه، لو بتشرح مثلا واحدة بتشرح مثلا وصفة أكلة معينة بتكتب المقادير بتاعتها والتفاصيل كاملة. ليه؟ كل ما يبقى المحتوى جيد كل ما الفيديو ده بيتشهر. انت لما بتيجي تتفرج على فيديو يعجبك بتشيره، انما لو فيديو تعبان ما بتكملوش للآخر بتقلبه، صح؟ فانت تعمل حاجة كويسة الناس تحبها والناس محتاجاها، ولما تعمل الكونتنت الكويس المحتوى الجيد ده تروح تنشره في الأماكن اللي الناس بتدور عليها. يعني انت مثلا واحدة مثلا عملت طبخة، تنشر الفيديو في جروبات الفيس الخاصة بالطبيخ مثلا، تمام؟ واحد مثلا عمل بث مباشر لفيديو لماتش، ينشر البث المباشر ده في أماكن اللي الناس فيها بتحب الكورة كده. ان انت بتعمل محتوى جيد وتنشره في الاماكن اللي الناس محتاجاها فعلا، ده لو انت عاوز القناة بتاعتك تكبر بسرعة، تمام؟ ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن ازاي ان انت تحقق الشروط، لا البرامج اللي انت هتظبط بيها الفيديو الاول. يعني انت مثلا صورت الفيديو ازاي ان انت تمنتجه ان شاء الله. تابعونا المرة الجاية. في رعاية الله، مع السلامة.